كتيبة شوف جنودك والحشود شوف آيات النصر في كل العبود شوف وسجل بيها أبكار الخلود انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان كل نعمة في رحابك عندنا في مشيئة وإرادة ربنا من شيوخك الكسب أمكنا وشبابك احتفظنا باسمنا انت دايما 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 في الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. أكيد النهاردة حلقة ساخنة جدا كالعادة، خصوصا الحلقة لما بيبقى الصندوق الأسود معانا، الجميع بينتظرها بيشوف إيه اللي بيتقال في الإعلام وهل الكلام اللي موجود على أرض الواقع في كلام من الكلام المظبوط الكلام المتزن. كل ده هنشوفه مع حضراتكم في الجزء الثاني من الحلقة، لكن اسمحوا لي في البداية بنطمن على فريق كرة القدم. تدريب النهاردة كان العصر في حالة من التركيز الشديدة جدا، خصوصا بعد الفوز على نادي الإسماعيلي، بتقفل الصفحة كالعادة وهو ده النادي الأهلي. عندك مباراة مهمة جدا أمام الداخلية يوم الجمعة إن شاء الله. اللعيبة بتتنافس بشكل قوي جدا جدا، عشان حضراتكم عارفين كان في غيابات وغيابات مؤثرة جدا، لكن الكابتن حسام للأمانة معاه وفرة عددية كبيرة فبيبقى عنده حلول، خصوصا بعد اللعيبة اللي أخدت فرص تألقت بشكل لافت جدا زي ما اتكلمنا امبارح، أيمن أشرف، صبري رحيل، عمرو السولية مستوى ولا أروع، بكماني اللاعب الجنوب أفريقي، كل ده اتكلمنا مع حضراتكم فيه. فمن هنا الكابتن حسام بقى عنده قاعدة الاختيار أوسع وأكبر. نادي الأهلي عنده مباراة أمام الداخلية في الأسبوع العاشر، ده في حالة من التركيز زي ما قلت حضراتكم من شوية، في اللي انت بتركز على الثلاث نقاط عشان الأهلي يروح لمكانته الطبيعية ومكانة المكانة الطبيعية اللي انت تبقى في المركز الأول. احنا طماعين طول الوقت، النادي الأهلي مش مهم مين يلعب كالعادة، المهم الأهلي يكسب. وخلينا نروح سريعا لمراسل قناة النادي الأهلي زميلي كريم أحمد، برحب بك يا كريم. تحياتي ليك يا كابتن شادي، أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين. طمنا على الحالة الفنية والمعنوية للفريق، التشكيل، الاختيارات، مين مصاب، كل ده عايزين نعرفه منك، اتفضل. في البدايه طبعا اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيقدم مباريات رائعه اداء ونتيجه، واخرها طبعا مباراه الاسماعيلي اللي ظهر فيها بشكل رائع جدا، واكيد بنتمنى له التوفيق في مباراه الداخليه. العوده طبعا على الاستاد القاهره دي حاجه من الحاجات الرائعه جدا اللي اسعدت الكابتن حسام البدري والكابتن سيد عبد الحفيظ وكل اللاعبين. انت عارف كابتن سيد طبعا اللعب على الاستاد القاهره ده ليه طبع خاص، وكنا بنتمنى تكون المباراه السابقه بدايه للنادي الاهلي على استاد القاهره، لكن اكيد تكون انطلاقه جيده للنادي الاهلي في مباراته امام الداخليه يوم الجمعه ان شاء الله. النادي الاهلي النهارده بدا تدريبه في الساعه 4 عصرا كالعاده، لكن قبل المران كان في محاضره فنيه من الكابتن حسام البدري داخل غرف خلع الملابس، كان فيها طبعا محاضره فيديو بعض نقاط القوه والضعف الفريق الداخليه، الطريقه اللي النادي الاهلي هيحاول ان هو يؤدي بيها في هذه المباراه. وبدا المران كعادته بفقره بدنيه تحت اشراف الكابتن انيس الشعلالي مخطط الاحمال، لكن انقسم يمكن كل اللعيبه اللي شاركت في المباراه، كل اللعيبه الاساسيه اللي شاركت في المباراه ما شاركتش فيها تدريبات البدنيه كامله، كان ليهم تدريب خاص استشفائي خوفا طبعا من الارهاق او يكون في اي اصابات. الامور يمكن رائعه جدا بالنسبه للكابتن حسام البدري، بيحاول ان هو يحط كل اللعيبه في اطار ممهد طبعا ان هم يشاركوا في المباريات. عندنا اصابات، الكابتن حسام بيستعين زي ما شفنا بحسين، استعان بصبر الرحيل، كل اللعيبه بتادي اداء رائع. كمان في تقسيمه كانت في اخر المران اداء بشكل رائع جدا كل اللعيبه، وكان تاكيد وتحذير كبير من الكابتن حسام البدري على عدم الدخول وعدم الاحتكاك. الحماس والروح الشديده جدا اللي احنا شايفينها اللي ليها تاثير على اللاعبين، في كدمات بيبقى فيه حاجات قويه جدا في المران بيحاول ان هو يستثنيها الكابتن حسام، وده يدل ان في تركيز كبير جدا من كل اللاعبين. الحاجه اللي مميزه ان هو بيعود من جديد محمد نجيب وحسين السيد للتدريبات الجماعيه بعد غيابهم طبعا خلال الايام الماضيه والمباراه الماضيه. محمد نجيب طبعا الام الحوض كانت الفتره اللي فاتت كان بيعاني منها بشكل كبير، لكن النهارده شارك في التدريب الجماعي. حسين السيد بيعود كمان
للتدريب الجماعي، الغياب المستمر لعلي معلول وهشام محمد. عايز اروح لهشام محمد طبعا، اتاكدنا النهارده من طبيب النادي الاهلي ان هو في خلال 10 ايام او 12 يوم ان شاء الله يكون متواجد في التدريبات الجماعيه. هو عنده جذع قوي جدا في الكاحل، الناس قالت هيقعد 3 اسابيع، او في اخبار قالت ان هو يقعد 3 اسابيع، لكن هو ان شاء الله في خلال 10 ايام يكون متواجد. علي معلول النهارده بعض التدريبات كانت في الجيم تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. الوحيد النهارده اللي كان بيتدرب منفرد احمد حمدي، النهارده كان بيتدرب منفرد بعض الجري، كانت جرعات بسيطه جدا النهارده حوالين الملعب من الجري وبعض الجرعات التدريبيه الخفيفه، لكن تدريبات الكره لسه ما ظهرش فيها او ما دخلش فيها بشكل كبير. يمكن الفتره اللي جايه او خلال بعد مباراه ان شاء الله الداخليه يبدا كل اللعيبه المصابه ان هي تعود. غدا ان شاء الله كابتن شادي 3:30 هيكون المران الاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب مختار البيتش، من بعدها يكون معسكر مغلق يبدا للنادي الاهلي استعدادا للمباراه الداخليه. طيب عايز اسالك كده بعض الاسئله المفروض الناس كل الاهلاويه كلهم بيسالوا عليها. في كلام كتير جدا، شريف اكرام وكابتن حسام البدري ما بيلعبوش، مش عارف صالح جمعه، في ايه؟ دخلنا في التفاصيل اللي هي بتبقى موجوده على السوشيال ميديا والناس بيبقى في لغط وفي البعض بيبقى مش عارف حاجه، الحقيقه فين؟ الحقيقه طبعا يمكن الهجوم على شريف طبعا وبعض المقولات اللي نزلت النهارده وبعض المانشيتات الصحفيه اللي فيها يمكن اهانه لشخص شريف اكرامي دي يعني بتزعجه اكيد. يمكن شريف مش من الناس اللي بتتكلم في الميديا كتير او السوشيال ميديا كتير، لكن تاكيدا ان الكابتن حسام البدري ما اتسال قال يعني شريف اكرامي ان هو ليه ما شاركش في مباراه الاسماعيلي، قال ارجعوا للموسم الماضي، انا الموسم الماضي شوفوا دوري مع شريف اكرامي كان ازاي ومدى المسانده الدائمه لشريف اكرامي خلال الفتره اللي فاتت، انا بثق فيه بشكل كبير جدا، هو حارس مميز جدا، لكن لابد يكون في حارس مؤهل وحارس بديل وهي دي الفرصه. يعني الشناوي لما خد الفرصه ظهر بشكل رائع وده اللي بيعود بشكل كبير على النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني وده اللي بيسعى ليه. يعني طبعا اكيد بيبقى في بعض الاخبار بعض تهويل الكابتن شادي، لكن شريف اتدرب منفرد يوم الثلاث لوحده بغض النظر ان كان في راحه، الراجل اتدرب صباحا النهارده كان بيشارك بشكل قوي ويكون متواجد في القائمه، لعب او ما لعبش شريف صرح بكده وقال انا موجود متواجد سواء لعبت او ما لعبتش. لكن طبعا الاقاويل او بعض الاخبار اللي بتتكتب طبعا دي اللي بتحاول ان هي تزعزع الاستقرار والنتيجه اللي ماشي بيها النادي الاهلي. صالح جمعه برضو الكابتن حسام اتكلم عليه، قال صالح مش جاهز بدنيا، عنده بعض القصور البدنيه وهو اتكلم معاه، مجرد ان صالح يبقى جاهز وفي احتياج ليه ان يكون متواجد هيكون متواجد. احمد حمدي كان اجاد جدا الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا في التدريبات فخد فرصه ان هو يبقى متواجد، فاكيد يمكن الجهاز الفني والنادي الاهلي فاصل الموضوع ده خالص بالنسبه للاعبين ان هم يركزوا في موضوع السوشيال ميديا ده، والتاكيد ان هم هدفهم كله ان هو المحافظه على بطوله الدوري العام للموسم الثاني على التوالي، ويبداها زي ما بقول لك ان شاء الله بمباراه الداخليه على استاد القاهره، ودي الحاجه اللي بقول لك ان بتسعد بشكل كبير جدا كل لعيبه النادي الاهلي العوده من جديد على استاد القاهره. كابتن كريم حابب تضيف اي حاجه تانية؟ لا يمكن دي كانت اهم اوجاع وكواليس النهارده تدريب النادي الاهلي. التدريب بكره الساعه كام ان شاء الله؟ بكره ان شاء الله الساعه 3:30 بعد التدريب ان شاء الله يكون في معسكر مغلق للنادي الاهلي استعدادا لمباراه الاهلي والداخليه. زميلي كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، كريم بشكرك شكرا جزيلا، دايما بنحاول نطمنكم في البدايه على الفريق والامور ماشيه ازاي، اكيد عندنا كمان طول الوقت ثقه في الكابتن حسام البدري وكل اللاعبين اللي بيلبس فانيله النادي الاهلي بيتحمل مسؤوليه، ولازم الكل يفهم ان المركز الثاني زي الاخير عندنا في النادي الاهلي، ده نقطه مهمه جدا، عشان كده اللي بيتحمل المسؤوليه بتلاقيه موجود جوه الملعب واللي ما بيمسكش في الفرق